هل نبقى وياها هاي المسيرة هاي صوتك دورتنا سلمية دورتنا سلمية هل نبقى وياها هاي المسيرة هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع سنكمل الحديث عن ثورة تشرين، عن توافد المتظاهرين إلى ساحات التظاهر المختلفة. هناك تحشيد مجددا بعد أن قامت القوات الحكومية باقتحام ساحات التظاهر في بغداد وإزالة الخيام بالقوة. عاد المتظاهرون مرة أخرى للتوافد إلى ساحة التحرير للتأكيد على أن ثورتهم مستمرة وهدفها إسقاط النظام. بالبداية دعونا نشاهد توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد اليوم، فلنشاهد. طبعا في الموجة الأولى لثورة تشرين التي انطلقت العام الماضي كانت هناك مشاركة طلابية كبيرة جدا ومؤثرة حقيقة، وكان هناك إضراب طلابي كبير شل الحركة الحكومية في العراق ومحاولة السلطة لإدامة العملية التعليمية أو الحياة بشكل عام في العراق، لإظهار أن الحياة مستمرة في العراق للرأي العام المحلي والدولي كذلك. لكن كانت هناك مشاركات طلابية كبيرة أوقفت التعليم اللي هو ميت أصلا في العراق، وكانت هناك مشاركة فعالة من الطلبة. اليوم أيضا يعاود الطلبة مرة أخرى هذه المشاركة في بغداد أيضا للتأكيد على مطالب ثورة تشرين، على رأسها إسقاط النظام، إنهاء حكم الأحزاب الفاسدة، فلنشاهد. عندنا سؤال مشاهدينا الكرام نطرحه بهاي الحلقة، لماذا يستمر توافد المتظاهرين إلى ساحات التظاهر العراقية المختلفة؟ لماذا يستمر التحشيد في ثورة تشرين؟ يعني برأيكم إن كان هؤلاء مثل ما اتهمتهم أحزاب السلطة جوكرية وأبناء السفارات وغيرها، هل حتكون عندهم هاي الديمومة والرغبة بالاستمرارية في هذه الثورة؟ لماذا يستمر العراقيون بالتوافد والتحشيد في ساحات التظاهر المختلفة؟ نبدأ ويا أول اتصال زيد من بغداد، تفضل يا زيد. حياك الله، أهلا وسهلا. سؤال محمد، كان ما في خيار قدام العراقيين، اما الموت او الموت. نعم. ماكو، هي حياه سيئه صارت بالعراق يا استاذ محمد. ماكو فرص عيش كريم، ماكو
اسباب للعيش، يعني كلها سيطرت عليها الاحزاب. نعم. الاعمال الحره، الوظائف، كل الاحزاب يا استاذ محمد. نعم. العراق لازم يكون صف واحد حتى يغيرون هذا الوضع. من غير الصف الواحد لا يمكن تغيير هذا الوضع. نعم. يجب العصيان المدني كامل كل العراقي. نعم. يعني مو فئه عندهم فئه اخرى. نعم. ما اطلع للاعمال، اوجب الشوارع، اغلق المحال، اغلق الاقبال الحكوميه، ما اداوم، اسوي عصيان مدني اخي. سيد زيد يعني اكو شغله اريد افهمها ايضا من حضرتك، يعني سؤال هو طرحناه اليوم بحلقتنا، ليش دا نشوف هاي الاستمراريه في ثوره تشرين؟ يعني كل ما تعتدي عليهم الحكومه تحرق خيامهم، تشيل خيام المعتصمين، يرجعون مره ثانيه الى الساحات، في حين انه احنا شفنا مظاهرات موجهه من قبل احزاب بالعمليه السياسيه وشخصيات معروفه، يطلع يهتف شويه وبعدين يسحب جماعته ويرجع، ولا كانه لا اكو هدف ولا اكو رغبه بالتغيير. يا استاذ محمد، العراقيين يعني تدمروا بعد امس، لازم لازم مضطرين انهم يخرجون، يعني ماكو سبيل غير الخروج. ماكو سبيل غير الخروج، ماكو حياه بعد. الحياه معطله بالعراق، احنا عايشين بالداخل ونعرف بالمصيبه اللي علينا يا استاذ محمد. نعم. يعني ماكو حل، انما المظاهرات المسيره يخرج من $5 و $50. الاحزاب تطلعهم ساعه ساعتين تهون يقولون ساحبوني ساحبوني يا استاذ محمد. نعم. اما العراقيين اصحاب القضيه فهم ثابتين من اجل قضيتهم، لا اكثر ولا اقل، يعني ما لاقينا احد احدهم. نعم. سفارات ولا غير سفاره. يعني هو الشاب يطلع يجي حياته معطله، لا فرص وظيفه، لا حياه فريده، لا اي شيء. يعني شو يصير المواطن؟ نعم. شو يصير المواطن يا استاذ محمد؟ يخرج من اجل حياه كريمه، لا اسوء احلى من كنت به. ومع هذا دنشوف انه احزاب السلطه ما تسمع المواطن، رغم هاي السنه اللي سقط فيها الكثير من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمعوقين كذلك جراء الاعتداءات الحكوميه، سنه كامله معقوله ما سمعت احزاب السلطه نداءات العراقيين؟ استاذ محمد هم ما يريدون ولا يسمعون، اعتبرنا احنا جزء من هذا الوطن، هم الوطن بعين، هم احزابهم وايران ولكل مصالح. نعم. الشعب خارج قوس من هذه القضيه. نعم نعم. انا اشكرك يا سيد زيد من بغداد، ويانا سيد شاكر من بغداد ايضا، تفضل. السيد شاكر من بغداد موجود؟ فقدنا الاتصال وياه. طيب خلونا نشوف مشاهدينا الكرام ايضا ضمن المقاطع التي نعرضها اليوم لحضراتكم. اهالي قضاء الزبير في محافظه البصره، طبعا احنا نربط اليوم الموضوع ايضا بالانتهاكات الحكوميه واستمرار مسلسل الاعتداءات على المتظاهرين. قبل يومين المتظاهر عمر فاضل طبعا استشهد برصاص القوات الحكوميه في محافظه البصره، صار ضجه على هذا الموضوع في الراي العام العراقي، باعتبار انه المطلق او القاتل هو ضابط بالامن الحكومي. عموما اهالي قضاء الزبير في محافظه البصره نظموا مسيره تجاه منزل الشهيد عمر فاضل للتضامن مع اسرته وكذلك للمطالبه بالقصاص من قتله المتظاهرين، فلنشاهد. تعزية من أهالي الزبير ومسيرة موحدة للشهيد عمر في قضاء الزبير. طبعا حتى نأكد أن النظام الأمني في العراق هو نظام منهار، والنظام الحاكم هو الميليشيات أو النظام الميليشياوي، وكما قال القاضي وائل عبد اللطيف المشارك أيضا في العملية السياسية بأنه
النظام الذي يعيشه العراق هو أو القانون السائد في العراق هو قانون الغاب بحسب ما ذكر بالضبط. ناشط غازي أبو محمد هو مسؤول خيمة المتقاعدين في ساحة التحرير في بغداد. هذا الناشط تعرض إلى محاولة اغتيال من قبل جهات مجهولة، أطلق الرصاص عليه على طريق محمد القاسم بعد خروجه من ساحة التحرير. طبعا أصيب الرجل لكن لم يمت الحمد لله، وهذه المحاولات تستمر لاستهداف الناشطين البارزين في التظاهرات، الأصوات العالية التي تخرج لرفض العملية السياسية، لرفضها ورفض ميليشياتها والنظام الفاسد الذي يحكم العراق منذ 2003 ولغاية اليوم. نتمنى السلامة طبعا لكل العراقيين المتظاهرين الناشطين وغير الناشطين وغير المتظاهرين كذلك. الكل يعاني من بطش الميليشيات في العراق، ولا توجد حكومة قادرة على ردع هذه الميليشيات وفرق الموت والاغتيال، أو حتى إيقاف القوات الحكومية النظامية عن الانتهاكات التي ترتكبها. كلها وعود ولم ينفذ أي شيء. سؤال أيضا ضمن الأسئلة التي نطرحها للمشاهدين الكرام في هذه الحلقة، هل تعتقدون أن ثوار تشرين أو المتظاهرين بشكل عام يسيرون على الطريق الصحيح في ثورتهم بعد هذه الأحداث التي جرت؟ يعني نظرة عامة على الأحداث التي مضت خلال سنة كاملة من التظاهر، برأيكم الثوار يسيرون على الطريق الصحيح في هذه الثورة؟ هل هناك أخطاء ترتكب؟ هل هناك نواقص في هذه الثورة تحتاجون أو برأيكم تحتاج الثورة إلى أن تكملها لكي تسير على طريق صحيح؟ هذه أيضا أسئلة نطرحها في هذه الحلقة. السيد علي من المثنى، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تحية لكم وحي الله القناة الرافدين اللي دائما تنقل معاناة الشعب العراقي. بالنسبة للمظاهرات اللي والثورة طبعا ما تنتهي الثورة بنهاية الاعتصامات أو الخيم. نحن الآن منتظرين ساعة الصفر بحيث نقضي على هذه الزمرة الجاثمة على قلوب الشعب العراقي. حقيقة هناك أمور كثيرة يجب أن نتحدث بها، وخاصة رؤساء الكتل ومن ضمنهم القامة الكبيرة الموجودة سائرون والمغرد الأوحد مقتدى الصدر. نقول له نحن العراقيين مع الأسف أنه تحكمنا هذه الزمرة، وأنت يعني أنت إنسان غير واعي لمعاناة الشعب العراقي، تدعي الوطنية تدعي المقاومة لكنك عكس هذا بكثير. أنتم الآن تعتقلون وتنكلون وتقتلون بالأبناء الشعب العراقي والأحرار. لن نسكت عن كل ما يجري الآن بالنسبة للرواتب، وأقول الموظفين للأسف الموظفين حسب هناك ربطوا مصيرهم بمصير هذه الطغمة الفاسدة باعتقادهم أنه عندما تذهب هذه الطغمة الفاسدة تذهب امتيازاتهم ورواتبهم. لا للأسف هناك وطن واحد سوف يعم الخير به في حال أنه هذه الزمرة تنقلع عن هذا الشعب العراقي والجاثمة على صدورنا. فنقول الشعب العراقي تهيئوا إلى الثورة من جديد، سوف تنهض من جديد. هي برأيك ماتت الثورة حتى تنهض من جديد؟ لا ما بالعكس الآن الثورة ببدايتها. هم راهنوا على أن نهاية الثورة بوجود الكاظمي وغير الكاظمي الذي جاء بموافقات خارجية خلف الحدود وموافقات ذيول إيران وغير إيران، لكن نحن العراقيين سوف نرجع وبقوة أن الثورة لم تموت ولم تموت إن شاء الله. أنا أشكرك يا سيد علي من المثنى، شكرا جزيلا للمشاركة. السيد زيد من بغداد أول المتصلين تحدث عن العصيان المدني. هناك إعلان من موظفي الدوائر الحكومية في محافظات النجف، كربلاء، المثنى، وذي قار عن الإضراب عن الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف الرواتب وعدم تحقيق أي إصلاح حكومي. مصادر صحفية أكدت أن العشرات من الدوائر الصحية والخدمية تعطلت بسبب الإضراب المعلن، وأشارت إلى أن الموظفين لوحوا بإجراءات أكثر شدة في دوائرهم في حال استمرار تلكؤ الحكومة الحالية في صرف الرواتب والاعتماد على الاقتراض الخارجي بدلا من الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفاسدين.
هذه خطوة جيدة ومنتظرة في ثورة تشرين أن تحدث الإضراب، ودعا إليه الكثيرون من العراقيين للموظفين بالدولة أنه أضربوا عن الدوام، عطلوا المؤسسات الحكومية، هذا الموضوع هو اللي حيشل حركة هاي الدولة وحيعطلها ويضعفها أكثر ويكون عملية اقتلاعهم أسهل. يعني مهما حاولوا تعطيل المؤسسات الحكومية يدمر يشل الحركة بالبلد. وكان هناك محاولات حقيقة مؤثرة عندما تم قطع الطرق المؤدية إلى الشركات النفطية في البصرة وفي الجنوب بشكل عام، لكن يبدو أن الموضوع كما يقول السيد علي يعني أكو بعض الموظفين خايفين على رواتبهم من التوقف، ما يريد يطلع، ما يريد يضرب عن العمل، ما يريد يسوي شيء، ما يريد يشارك بهذه الثورة، خايف أنه الحكومة إذا راحت يروح وياها الراتب ويتضرر هو وعائلته. يعني هكذا يقول السيد علي من المثنى. لكن بالنهاية في أي بلد أنت تعيش، حتى لو كنت تتقاضى 5 ملايين دينار عراقي، شنو نوع البلد اللي أنت عايش به؟ بلد مصنف أسوأ بلد في العالم من نواحي كثيرة، من جوانب كثيرة. بغداد أخطر مدن العالم، العراق واحد من أخطر بلدان العالم في النظام الأمني، نظام منهار. العراق واحد من أفسد بلدان العالم على المستوى القضائي، العراق أيضا واحد من أفسد المؤسسات القضائية، يمتلك من أفسد القضاة، يمتلك النظام الصحي منهار تماما، والدليل فيروس كورونا نخر العراق ودمر وما حد يقدر يسيطر عليه، غيرها وغيرها وغيرها من التصنيفات التي أظهرت أن العراق أسوأ في كل شيء، متذيل الترتيب في أغلب التصنيفات، نظام تعليم منهار للي يدورون على تعليم العراق. في مؤتمر دافوس الاقتصادي الذي يقام كل عام لتصنيف جودة التعليم على مستوى العالم، العراق خارج التصنيف أصلا، يعني حتى مو آخر واحد، لا خارج التصنيف، يعني غير معترف به أو بنظامه التعليمي. فعن أي تعليم يتحدث البعض والخوف من ضياع المستقبل؟ المستقبل بالعراق لكثير من الأجيال ضاع، فما الانتظار بالنسبة لعدم المشاركة في ثورة تشرين؟ طبعا أيضا مشاهدينا الكرام، هناك رسالة من السيد واحد المشاركين حقيقة وما ذاكر اسمه، يقول السلام عليكم. يتباهى الكاظمي أن الذي قتل الثائر عمر فاضل في البصرة تم القبض عليه وأجهزته الأمنية كشفته خلال ساعات وهو نقيب شرطة. سؤال: لماذا لا يكشف قتلت 900 شاب وهم طلقاء يأتمرون بأوامر الولي السفيه، يقتلون ويخطفون ويسرقون ويفبركون فيديوهات تمس شرف الناس وينفذون ما يحلو لهم؟ والكاظمي يقول كلمته المشخوطة: لن نسمح للقتلة، شبعنا من الكلام الخالي من أي فعل، والله عيب عليك، استحي حتى أطفال العراق كشفوك تخاف من الميليشيات بالرغم من أنك أحد ذيول الفرس المجوس. هكذا يرى المشارك مصطفى الكاظمي وهكذا يصفه. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ويانا السيد أبو نور من النجف، تفضل يا أبو نور. سيدي شلون حالك؟ أهلا وسهلا، حياك الله. الله يسلمك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. على مود الخصوص العفو العام. نعم. شنو السالفة؟ شو ما في؟ يعني قناتكم ما قاعد تنشر على مود العفو العام. إيه هو قرار العفو العام حتى إحنا نحكي عليه لو ما نحكي؟
انتم لازم تحشون ب. طيب ايش قد حكينا بس لحظه ابو نور، سيد ابو نور ايش قد حكينا وايش قد انتم حكيتوا وطلعنا اصواتكم وعرضناها ولا نزال نعرضها، منو من الحكومه السمع يا ابو نور؟ احنا شو نريد من عندكم؟ نريدكم شويه يعني تديرون بالكم علينا. نعم. يعني ما تقصرون. نعم. وانتم ما قاعد يعني تسولفونا. نعم ان شاء الله احنا ما مقصرين وياك يا ابو نور ولا ويا اي من اهل المعتقلين. ما عندكم، وانا اشرف بقناتكم هاي المواقع. الله يسلمك، الله يبارك بك، احنا نتشرف بك. طيب خل اتابعكم بحرف الواحد. الله يسلمك. طيب خلينا نستفاد من حضرتك وتعطينا رايك على اللي يصير من احداث بالعراق هسه، كلها ترتبط ببعض ترى يا ابو نور، يعني المظاهرات اللي طلعت تتخلص من نظام فاسد حط ابنك وابن غيرك بالسجون وهم ابرياء، شنو رايك باللي يصير هسه؟ والله مو خوش امور. الحكومه شنو رايك بدورها؟ الحكومه حكومه مصطفى الكاظمي، الحكومه كلها فاسده الحكومه كلها فاسده. ما قاعد اشوف الحكومه ما قاعد تسوي لنا شيء. تتوقع يا ابو نور يعني الحكومه الفاسده الحكومه الفاسده حتطلع ابنك؟ هو انا ما اعرف حقيقه منو اللي عندك انت بالسجن، لكن تتوقع انه اي تفضل منو اللي عندك؟ انا عندي عدي اخوي مسجون. الله يفك اسره ان شاء الله طالما هو بريء. اي والله. تتوقع الحكومه الفاسده تطلع الابرياء من المعتقلات وهي اللي دخلتهم للمعتقلات؟ لا والله ما اتوقع. طيب يعني احنا هذا الصوت اللي طبعا هو من حقك انت دالطالب ودالطالب بالعفو العام. اي والله اطالب. لكن منو دي يسمع؟ منو من ذول الموجودين بالسلطه يسمع؟ ماكو حد قاعد يسمع، ماكو يعني ما دايرين بال ابد. ورغم هذا يردون أن ننتخبهم. نعم نعم يردون كل هذا يردون أن ننتخبهم. لا ما ننتخبهم ابدا. نعم. برايك يا سيد ابو نور الحل انه انا اطالب بابني المعتقل لو اني اخلص بلدي من اللي اعتقلوا ابني؟ اي والله صحيح. مو صحيح؟ الاهم ثم المهم يا ابو نور. ان شاء الله هم كلهم مهمين، والولد الموجودين الشباب والرجال الموجودين الابرياء والنساء الموجودات بالسجون والمعتقلات. والله الابرياء والله اكو ناس داخله بالسجن يعني هيك يعني تايه يعني ما لهم. نعم. يعني قضياتهم كلش بسيطه وما. نعم. كلها 20 سنه و15. نعم. سنه و10 سنوات وهو قضيته سهله يعني كلش. نعم. سهله ومو ظلم. نعم. انه هذا يطب للسجن 20 سنه واللي باقي العراق دا يتمتع لغايه هاي اللحظه بالحصانه؟ ماكي اللي باقوا العراق وباقوا هالمليارات قاعدين هسه عايشين ببيوتهم ومرتاحين وعندهم الحمايه والحراسه والحصانه، والبريء المواطن العراقي اللي مسوي مشكله صغيره ما تستاهل 20 سنه ينحكم مؤبد. أيوة. بالسجون الحكوميه. اي هو طايح بها ابن الخايبه وذولا قاعدين مرتاحين. نعم نعم. أي. انا اشكرك يا ابو نور، اشكرك يا ابو نور. ابو نور احنا يعني حضرتك طبعا نتشرف بيك وكل المشاهدين الكرام. عمرنا ما اهملنا قضيه المعتقلين، ودائما ما تقدم قناه الرافدين تغطيات مباشره وتكثيف في عمل نشرات الاخبار والبرامج حول قضيه المعتقلين والمغيبين في السجون الحكوميه والميليشياويه. دائما ما نعرض ونكون سباقين في عرض التقارير الدوليه التي تتحدث عن المعتقلين وأعدادهم ووضعهم في السجون والمعتقلات. خصصنا حلقات كثيرة جدا من برنامج صوتكم حول المعتقلين والمغيبين في السجون الحكومية ونستمر إن شاء الله. لكن مثل ما حكينا ويا السيد أبو نور، هناك أولويات مشاهدين الكرام، الأهم ثم المهم. الأهم العراق والخلاص من حكومات ما بعد الاحتلال الفاسدة اللي دمرت البلد وسببت به كل هاي المشاكل، ثم مباشرة ولا بشكل غير إرادي تنحل أغلب المشاكل المرتبطة بوجود هاي الحكومات، إن كانت قضية معتقلين، إن كانت قضية أمن، إن كانت قضية اقتصاد وغيرها من القضايا الأخرى. وجود هؤلاء هو اللي معرقل كثير من الأمور. المعتقلين بالسجون والمعتقلات ذولا بزنس بالنسبة للسجانين، ذولا تجارة. أخذ من أهله هلقد مبلغ وطلعه حتى لو متهم بالإرهاب، وإذا ماكو قانون يحكم بالعراق، فهم ذولا موجودين تجاره، فما حد حيفرج عن اي احد لان ذولا عباره عن فلوس. سيد صباح من بغداد تفضل. اخ محمد حياك الله. بالنسبه للحكومه ما راح تستجيب لطلبات المتظاهرين، كل المحافظات يعني. نعم. الحكومه عاجزه
عاجزه لان هم هذا يعتبر مو دورهم تلبيه طلبات المتظاهرين. يعني هم ما جايين يبنون دوله ويحققون مطالب الشعب من خدمات ووظائف وعيش بكرامه. الحكومه واجبها هو قمع المتظاهرين، وشفناها احنا بالمناطق السنيه بدور المالكي شلون قمع كل المحافظات ودمرها ودمر كل البنيه التحتيه الموجوده بالموصل وصلاح الدين والانبار وحزام بغداد وغيرها. الحكومه هي تعتبر بالضد من الشعب. يعني هسه كل العراقيين الشرفاء مأيدين المتظاهرين لان مطالبهم شرعيه ولازم الحكومه مو بس تحققهن في اربعه، يعني توفر لهم كل شيء. اللي يريد وظيفه توفر 100,000 وظيفه باي وزاره اللي يريدوها، هم الناس الخريجين والناس الاكفاء واليد العامله. لكن الحكومه اعتبرت نفسها بالضد من الشعب، والشعب عرف ان الحكومه هاي الطائفيه العنصريه الفاسده اللي 18 سنه راح يصير ما وفرت اي شيء، لا مجمعات سكنيه، لا من خدمات، لا وزاره الصحه، ما تقدمت باي وزاره باي مجال. عندي يعني عندي سؤال الحلقه المطروحه اليوم، هل تعتقد ان ثوره تشرين تسير على الطريق الصحيح؟ بالطبع، يعني هي خرجت عن مسارها في ساحه تحرير بغداد. يعني احنا نعرف ان شلون خرجت عن مسارها؟ اللجان التنسيقية تم اختراقها. يعني اكو قادة بالتظاهر في بغداد، في بغداد احكي لك تم اختراقهم وتم شراء ذممهم بعض القادة الميليشيات اللجان التنسيقية، والدليل ان شالم الخيام وفتحم الشوارع وشالم ساحة الاعتصام بالكامل. لا لحظة يا سيد صباح، حتى لا يصير اكو لغط بالموضوع، اللي صار اقتحام بالقوة، الموضوع ما كان ارادي. نعم، اكو بعض الخيام اللي كانت هي رئيسيه بالساحه التحرير في بغداد. طيب. انسحبهم اللي موجودين بيها، فمن ينسحب بالطبع راح تجي القوات الشغب والحشد وغيرها والميليشيات الطائفيه راح تشيل وتستهين بالموجودين، واستهانت بالموجودين الوطنيين الحقيقيين. طيب. وتم ازاله الساحه بالكامل. ايش نسبه هذول المتآمرين مثل ما تقول عليهم؟ المتآمرين هي اللي هسه هم يحكون بيناتهم المتظاهرين حتى بالمحافظات. ايش قد نسبتهم تعتقد من العدد الكلي؟ ما يطلعون 5% 3%. اي طبعا هذا الموضوع موجود، وشفنا ان اكو نماذج حسبت نفسها على الثوره وراحت التقت بعادل عبد المهدي وراحت التقت بالحلبوسي وكذا وغيرها، وقالوا اي بالضبط، وقالوا احنا نمثل الثوره، هم ما لهم علاقه بالموضوع. نعم، اكو 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 قاده بالمتظاهرين اللي في ساحه الاعتصام في بغداد. نعم. هم تابعين الحزب الشيوعي. طيب. وكل العالم تعرفهم ذول الرايات الحمر الشاعلين، وحتى اكو خيمه باسم المراه العراقيه. نعم. هي تابعه للحزب الشيوعي، فذول مشتركين بالعمليه السياسيه، شلون نعطيهم خيمه؟ الحزب الشيوعي مشترك من قبل غزو العراق لحد الان، شلون يجون يطبون ويا المتظاهرين؟ انا صباح فكرتك جدا واضحه، انا اشكرك، وصلت فكرتك انه هذه رسالة من السيد صباح من بغداد الى المتظاهرين. من شارك بحزب، والعراق طبعا بعدد من الاحزاب لا يحصى، كافي احزاب، اللي موجودين بالاحزاب كما يرى السيد صباح، وان كانوا الحزب الشيوعي اللي ما مشارك بالعملية السياسية، ما ابعدوهم، هو تحالف ويا الصدر، الحزب الشيوعي تحالف ويا مقتدى الصدر راعي الاصلاح بالعراق، ايش تتوقعون منه؟ فهكذا يرى السيد صباح انه وجود هؤلاء كان خطأ من انه نحتضنهم ويعني تفتحوا لهم مكان وكذا. لكن نقول للسيد صباح ايضا انه حتى من انصار الصدر وصلوا ودخلوا في ساحات التظاهر وكان هدفهم وطني، بعض من انصار التيار الصدري كانوا متظاهرين حقيقيين، تجردوا من ثوب التيار الصدري ودخلوا في المظاهرات، لكن جاء وامرهم قبل ان يقحم القبعات الزرق، جاء وأمرهم أنه تطلعون لا يصير عليكم ضرر، وخابرونا وحكوا ويانا وقالوا هددونا أنه إذا ما ننسحب من ساحات التظاهر حيعتدون علينا، وبعد ذلك دخلت القبعة الزرق. يعني القصد حتى وأن وجدت أحزاب فاسدة قد يخرج بعض من أنصارها غير مؤمن بهذا الفكر، لكن مضطر أنه يعيش تحت هذا الحزب لأنه هذا الحزب عنده ميليشيا، والميليشيا هي الضر. ويانا السيد أبو علي من واسط، تفضل. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور، حياك الله، اهلا وسهلا. بصراحه اذا تسمح لي اليوم بس اعلق على مجموعه امور. تفضل. الامر الاول ابو نير من يحكي عن العفو العام. نعم. العفو يعني اكو جريمه مرتكبه واكو اخطاء صارت من شخص واني انطيه عفو. نعم. بينما نشوف انه تقريبا ما يوصل الى 70% من السجناء بالعراق هم ناس مسجونين بدون اي سبب. نعم. بس سبب طائفي
او لانه ادعاءات كاذبه والقانون حكمهم. نعم. فلذلك احنا ما ننتظر عفو، احنا المفروض ان يعني نشيل هذول اللي دخلوهم السجن نشيلهم حتى هم يطلعون. نعم. انا ما انتظر عفو، ليش انت تنتظر من ابنك اللي اساسا اخذوه بتشابه اسماء او انه لان اسمه عمر او لان اسمه علي ياخذونه ويدبونه بالسجن؟ نعم. وبعدين يقول لك لانه هو احنا شملناه بالعفو يعني مجرم، يعني ثبت بصحيفته انه هو مجرم. ليش احنا نقبل بهذا الامر؟ نعم. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، البارحه وحقيقه استاذ يمكن اعتقد استاذ عمر البارحه رد على شخص واحد يعني قال اني اتكلم حكي طائفي. انا بالعكس يعني اعتقد يعني حضرتك وانا دائما اتكلم وانتم دائما تستقبلون اتصالات من عندي. نعم. انا اللي كنت اقول الحشد الشيعي. يعني لان اولا ماكو فصائل او 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 ميليشيات موجوده منتميه للحشد باسم سنه او اسم لا اكو 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 يا ابو علي او اذا اكو تمثل يمكن نسبه ضئيله يمكن 5 أو 10% بس موجودين بس موجودين موجودين. نعم. أي. وهذا يعني هو لا يظن انه انا من اقول الحشد انا معناه انه هم شيعه، لا لا، يعني هذول مجموعه فصائل ناس تابعه لولايه الفقيه. والسيد السيستاني ما امر بتكوين حشد، هو قال متطوعين، لكن هم قفزوا على فتوه السيد السيستاني وشكلوا هذا الحشد. والمتطوعين دخلهم باجتماع كان موجود مع السيد نجاح الشمري اعتقد وزير دفاع حكومه عادل عبد المهدي ولهم للجيش. اما الحشد اللي اقوله شيعي هو الميليشيات الموجوده سيد ابو علي. سيد ابو علي نعم، لا لا حشد ولا تطوع صارت بالبدايه. نعم. حتى لنبتعد عن الموضوع مع حلقه اليوم. نعم. هو هم نفسهم. نعم. الميليشيات اللي يقتلون الشباب اليوم موجودين. وجدت قوائم واللي يريد يشارك وينضم الا $600 يا اخي، كلها كانت. نعم. تجاره وكلها كانت لا فتوى ولا هم يحزنون. طلعت فتوى نعم حشدت. نعم. لكن كلها لها سبب، لها فلوس $600 من المدارس للمدرسين. تعال فلان تنضم تتطوع لك $600 وهيك مشوا. نعم. وقاموا يسحبون بالناس بالبدايه وبعدين تحولوا ميليشيات. القصد يعني هذا مو موضوعنا. انا اسال حضرتك سؤال سريع. نعم. برايك لو كان الثوار او المتظاهرين او المتظاهرون ليسوا اصحاب قضيه، هل كانوا ليستمروا لمده عام او اكثر من العام؟ احنا دخلنا اكثر من العام اليوم، هل كانوا ليستمروا اكثر من عام لو لم يكونوا اصحاب قضيه؟ سيد محمد، اي شخص عندما يبذل حياته وعمره من اجل شيء، يعني الاشخاص اللي استشهدوا، هذا يعني هو وصل لمرحله انه خلاص ما الدنيا ما تسوى شيء عنده. نعم. فلذلك من المستحيل شخص يدافع حتى الموت عن شيء مو حقيقي مو مقتنع به. نعم. يعني هذا من راح الثائر وراح وقف قال انا اريد وطن، ما قال اريد وظيفه، لان وظيفه ممكن ينطوني اياه. نعم. ما قال اريد تحسين خدمات. نعم. الكهرباء ممكن ترجع، لكن هو قال اريد وطن. فالشخص متى ما فقد الوطن. نعم. بعد ما له حياة، إذا فقد الوطن. أنا أشكرك يا سيد أبو علي من واسط، شكرا جزيلا وصلت الفكرة. سيدة صبيحة من الكوت تفضلي. أهلا عيني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعتقد موضوعكم اليوم بخصوص المظاهرات. نعم. اللي مستمرة بالعراق. نعم. واللي ما راح توقف طبعا. ولا راح تنتهي. نعم. بالنسبة ثورة تشرين، ثورة مستمرة. واحنا كان عندنا خروج بيوم 25. نعم. من هذا الشهر الفات. واعلن هم لعدد الفضائيات من خلال لقائنا مع عدد من الفضائيات. نعم. اكدنا انه الثوره مستمره. نعم. بس انا اقول لك شغله. اي. ثوره تشرين هي ثوره واحده. طيب. هي ثوره واحده انطلقت بال 2019. طيب. او اي شيء اي شيء. يعني هسه انا سمعت تصريحات الاخوه وياك. اي. انه اجوا مندسين وجت احزاب وجت كذا. طيب. ثق بالله العظيم انه هاي ما راح تاثر على عمق الثوره. نعم. وعلى الفكره اللي طلعت فيها ثوره تشرين. نعم. نعم. لو مهما تكون، لو مهما يحاولون، لو مهما يسقطون. نعم. لو مهما يدخلون بالثورة تبقى هي ثورة تشرين، ومن الثورات الخالدة راح تبقى بالتاريخ العراقي وراح تذكرها الأجيال سنة ورا سنة.
طيب قبل تشاركين حضرتك ويانا وتكونين بالانتظار، اتصل بينا احد الشباب من النجف اعتقد او علي من المثنى، يقول احنا اقتربنا من ساعه الصفر، الناس يسالون شو وقت هاي ساعه الصفر؟ شوف عيني با علي، بالنسبه لا ساعه الصفر ما حد يحددها، لان الصفر ما بيها قيادات، يعني قيادات قويه وملزمه. ساعه طيب. الصفر شنو يعني؟ ساعة الصفر من اللي محددها بحيث هو يطرح هذه الفكرة يعني؟ هي ماكو ساعة صفر، هي حالة تتجدد، هو وضع شعب، وضع شعب ويا حكومة. نعم. احتمال على أي لحظة ينفجر الشارع مرة لا. احتمال على أي موقف يصير العالم تطلع بالشارع. وخاصة احنا مقبلين على انتخابات، يعني هاي الانتخابات اللي جاية راح تجي هواي أحزاب، هواي راح تطلع لنا مشاكل. شنو دوركم حيكون بهاي الانتخابات يا سيدة صبيحة وانت ناشطة بالتظاهرات؟ شلون؟ شنو دوركم حيكون بهاي الانتخابات؟ والله احنا باوع علي عيني، بالنسبة لنا يعني انا كناشطة من جهة ومن جهة، احنا حاليا اكو مكاتب سياسية واحزاب قيد الانشاء، يمكن سمعتوا بيها. طيب. يسمونا الاحزاب الفتية. أي. احنا يعني دخلنا حتى دخلنا بهاي المضمار حتى نواجه فد غول هائل صراحه، يعني ما اقدر اوصف اكثر من انه غول هائل. أي. انت تعرف الانتخابات والاشكالات اللي تصير بالانتخابات كل سنة. طيب. فاحنا ان شاء الله باذن الله موجودين، وان شاء الله باذن الله راح نفهم الناس، نعرض لهم شنو راح يصير الانتخابات، شنو راح يدخلون، شنو راح يصير الانتخاب، شنو راح يختارون، يعني عندنا فد سيدة صبيحة. سيدة صبيحة، انت مقتنعة انه حتصير انتخابات نزيهة بالعراق؟ طيب اذا ما مقتنعة او تستهزئين من الموضوع، ليش تحبين او ليش اكو رغبة للمشاركة؟ مو لازم لازم شلون لازم شلون لازم السنه قبل اربع سنوات السيده صبيحه اسمحي لي اسمحي لي سؤال وبعدين تجاوبين حضرتك. فتره عادل عبد المهدي من صارت انتخابات ونسبه المشاركه 18%، وهاي 18% بالمشاركه مال جماعه السلطه، هم صار اكو ترويج تعالوا نشارك حتى بلكي يطلع واحد شريف، يا شريف يطلع من هؤلاء. انا ما رحت، انا ما شاركت. طيب. من اللي ذا ترتيبي ما شاركت. تمام. وهاي الانتخابات اذا نفس الانتخابات السابقه بنفس الثوب وبنفس الوداع لا ما نشارك. وتتوقعيها حتتغير؟ تتوقعيها حتتغير؟ لا معكو نسبه قليله، نسبه 5%. يعني سيده صبيحه مع كامل الاحترام، طبعا انا اشكرك، مع كامل الاحترام لرايك الشخصي وهاي الدعوه اللي حضرتك وجهتيها، وإن كان أكو حزب وطني وإن كانت أكو جهة وطنية تسعى للمشاركة، يستحيل أن تحدث انتخابات نزيهة شفافة مستقلة تكون النتائج في صالح المنتخب بالعراق في ظل وجود أحزاب السلطة والميليشيات، وفي ظل وجود منظومة انتخابات فاسدة وقضاء فاسد. هذا الكلام مو كلامي، هذا كلام الأمم المتحدة، تصف القضاء والعدالة في العراق بأنها فاسدة. طيب شلون اني وان كنت اني جهه وطنيه اريد اشارك، شلون اشارك في هاي الظروف؟ يستحيل. وحتى وان فزت طالما اكو ضغوطات دترضخ لها احزاب السلطه وتوزيع ادوار باراده دوليه، مستحيل يطوش منصب حتى لو انت الفائز الاوحد بالانتخابات، طالما هناك اكو جهه تسعى الاراده الدوليه تفرضها على المجتمع العراقي، مثل نور المالكي لما انفرض ب 2010 وهو كان خسران. ويانا ابو زيد من البصرة، تفضل ابو زيد. فقدنا الاتصال. ابو صالح من صلاح الدين. السلام عليكم. شلون جاتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. استاذ محمد الصبيحة، جاء انتخابات هم بنفسهم حيظلوا بالانتخابات وفايزين. نعم. هم الانتخابات هم نفسهم ويظلون وجالسين على فلوسنا. نعم. وإذا رجع على أبو علي من واسط، الحشد اللي أنا مالي من صلاح الدين. أيه؟ الحشد مال العلن، حشد العلن، حشد الجمهور، حشد السبعاويين. نعم. حشد الأنبار، مو بس حشد الجنوب، يعني أنا صلاح الدين أحكي الصراحة، كلهم من كل الميليشيات. نعم. نعم.
مو صحيح. انت مو انت خوش حتى الشايع. هو قال دائما يقول قال الحج الشيعة حج الشيعة. احنا كلها نفس الشيء. نعم. وهل ذولا يا سيد ابو صالح هل ذولا يمثلون محافظاتهم؟ والله يعني حتى اوضح لك اياها اكثر ونكون صريحين. أيه؟ هل السنه الموجودين اللي اسمهم سنه بالحشد واللي اسمهم شيعه بالحشد ذولا عباره عن سنه العراق أيه؟ وشيعه العراق ذولا؟ والله انا بالنسبه لي انا بحتاج انا دجر العلم ابو علي انا هم مسيطرين بمناطقهم وكلهم قياديين وانت تدري زين على راسي. أيه؟ هذا الكلام تمام ماشي ماكو اختلاف عليه، لكن القصد هل ذولا يمثلون أيه؟ العراقيين؟ احكي لي هذا الكلام. والله انا ما اقدر احكي الثاني هذيهم هم شعشله كان بعد يعني بس سؤال يا ابو صالح شكلها الفكره ما وصلتك بعدها. سؤالي أيه؟ ذولا مو عباره عن ميليشيات واقفين قطاع طرق موجودين أيه؟ بالمحافظه مالتكم؟ والله يا استاذ عمر ديحميك يحكمون. والله هم احكي صراحه هم زينين يعني هم يسيطرون على داعش يقاتلون. طيب دا ماشي أيه؟ الناس اللي دا تعبر من السيطرات ودا تختفي من سيطراتهم هم هذول هم دواعش من أيه؟ اهل المدينه. والله الله يعلم انا ليش انا اقول لك اذا كان صارت مال فرحاتيه يعني ما ادري يعني شلون صارت هاي ما ادري بها يعني دخنا بيها. طيب مال فرحاتيه مو هذا اللواء من الحشد؟ والله يا استاذ عمر انا قلت لك هم قريبين علينا هناك بس هم العشائر شو يقولون ناس ما عرفنا يعني دخنا والله. شوف يا ابو صالح هذا الكلام حتى لا اقعد اقول والله ما ادري والله كذا. محافظ صلاح الدين قال المجرمين اللي ارتكبوا مجزره الفرحاتيه محصورين بين جهتين الحشد ومغاوير بالداخليه وانتهى الموضوع. هذا كلام المحافظ يعني مال ما ادري وما اعرف. بالحالتين الجهتين مسؤوله وتتحمل المسؤوليه واهالي يعني الضحيه يعني اهالي الضحايا يقولون يا جماعه ذول العصائب اللي قتلوا ولدنا العصائب الحشد. شنو بعد احنا نقول من ادري المحافظ شنو شغله؟ تمام هذا السؤال يتوجه للمحافظ. نعم انا اشكرك يا ابو صالح شكرا جزيلا. شنو فكره وجود تنظيمات او مجاميع مسلحه تحمل السلاح خارج اطار الدوله؟ هي اصلا وفق الدستور ممنوعه محظور تشكيل فصائل مسلحه تعمل خارج اطار القانون والدوله وهذا اللي دا يصير. كانوا سنه كانوا شيعه كانوا من اي طائفه او من اي مكون موجود بالعراق يحملون سلاح خارج اطار القانون ولا ياتمرون باوامر القائد العام للقوات المسلحه ولهم قياداتهم ولهم مكاتبهم الامنيه والعسكريه وغيرها وإلهم حتى محاكمهم اللي يحاكمون بها. ذولا مهما كانت طبيعتهم زينين أو مو زينين ممنوع يتواجدون بالعراق المفروض، لكن هم مسموح لهم يتواجدون بالعراق. منو عندنا؟ السيدة أم محمد من الموصل تفضلي. أم محمد طيب احنا فقدنا الاتصال ويا السيدة ام محمد. نقرا فيما تبقى من وقت الرسائل الوارده. من السيد ابو حاتم من الموصل رساله يقول بعد التحيه والسلام: الصراع في العراق بين طرفين العراقيين واعداء العراق بعد خروج العراق من يد الاحتلال البريطاني تحاكي المؤامرات والدسائس بواسطه هؤلاء ضعاف النفوس الماجورين من العراقيين اللي بايعين ضمائرهم للاجنبي ضد ابناء شعبهم مأجورين من قبل الغرب بإدارة أمريكية. أنا أشكرك. في رسالة من مهدي أبو مهدي من الديوانية يقول: السلام عليكم. من إنجازات حكومة الكاظمي قطع الرواتب، قطع الوجبة التموينية، زيادة عدد الفاسدين، تسليح الميليشيات بصورة جيدة، عدم كشف قتلة المتظاهرين، تردي الواقع الصحي والخدمي والتعليمي إلى ما تحت الصفر، وأخيرا مصطفى الكاظمي لا يستطيع تحريك ساكن بدون علم الأحزاب لأنه هو صنيعة هذه الأحزاب الفاسدة. في آخر رسالة لدينا: السلام عليكم قناة الرافدين المحترمة، البث متقطع أو معدوم هذا اليوم. طيب بالنسبة لموضوع البث احنا قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم
1-0-7-2-7 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط الأجهزة على هذا التردد والانتقال إليه لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.